ازيكم عاملين ايه؟ بتكونوا بخير وسعادة. النهارده ان شاء الله هنصور حلقة جديدة من برنامج ستوري اوف اناليسز او حكايات في التحاليل الطبية. حلقة النهارده حلقة في غاية الخطورة، المفروض حلقة النهارده هتمهد لي بعد كده كل الشغل العملي في معمل الكيمياء. المفروض انت لما تيجي تتعلم شغل الكيمياء ما تجيش تسأل حد تقول له انا بشتغل تحليل السكر ازاي، بشتغل تحليل الليفر انزيم ازاي، امال اعمل ايه؟ تعمل اللي انت مع كل كيتس او مع كل محلول هتلاقي في ورقة، دي اسمها البامفلت او الخريطة او الكتالوج اللي انت هتمشي عليه، تمام؟ وبالتالي ممنوع اشتغل اي تحليل في الدنيا الا لما اقرا البامفلت بتاعتي. تعالوا ندخل في الموضوع على طول ونشوف ايه البامفلت وايه اللي المفروض ابص عليه فيها. البامفلت فيها حاجات كتيره جدا، يهمني اللي انت تعرف طريقه تحضير المحلول. انا هشتغل كرياتينين، عندك محلولين، هيقول لك حط من ده كذا وحط من ده كذا. انا هشتغل ليفر انزيم، عندك محلولين، هيقول لك حط كميه من ده كذا على كميه من ده كذا. يبقى طريقة تحضير المحلول لازم اطلعها من البامفلت. تاني حاجة نوع العينة. نوع العينة عندي هتلاقيها في خانة اسمها السبيسمن. السبيسمن انت لما تفتح البامفلت قدامك كده هتلاقي مكتوب على ايدك اليمين السبيسمن، نوع العينة سيروم ولا بلازما، ولو بلازما هيحدد لك الانتي كواجولانت اللي انت هتستخدمه، ايديتا، هيبرين، صوديوم فلورايد، صوديوم سيتريت، ايا كان نوع الانتي كواجولانت. بعد كده هيقول لك حاجتين مهمين جدا، فري هيموليسيس نوت لايبيميك، يعني لا فيها تكسير ولا فيها لايبيميك، لان لما تيجي تقرا في اخر البامفلت هتلاقي في حاجه اسمها التداخلات، ان عندك بعض الادويه او بعض الهيموليسيس او بعض اللايبيميك بيأثر لي على التحليل، وبالتالي خلي بالك. يقول لك فري هيموليسيس نوت لايبيميك. بعد ما عرفت نوع العينه وعرفت ان هي ما يكونش فيها لايبيميك او هيموليسيس هتلاقي مكتوب تحتها على طول قائمة الاستابيليتي او الثبات. يعني ايه كلمة استابيليتي او ثبات؟ كلمة استابيليتي او ثبات معناها انت جالك تحليل دلوقتي المعمل مش هتقدر تشتغله النهاردة وعاوز تشتغله بكرة، ينفع ولا ما ينفعش؟ سؤال مهم جدا بيتسأل على الجروب. يا جماعة انا جالي ليفر انزيم دلوقتي ومضطر اقفل الكهرباء قطعة، ايا كان المشكلة اللي عندك ومش هعرف اشتغل التحليل، على طول تجري وتشوف الاستابيليتي بتاعتك. هيقولك ان انت تفصل العينة في درجة حرارة معينة وهي استيبل تصلح معاك للاستخدام كذا، مثلا هتحطها في درجة حرارة الغرفة تصلح معاك لاستخدام 7 ساعات، مثلا هتحطها في التلاجة في باب التلاجة تصلح معاك لاستخدام 3 ايام، هتحطها في درجة حرارة -20 تصلح معاك لاستخدام سنة. خلي بالك العلاقة بين الاستابيليتي وبين الثبات علاقة طردية، كل ما زاد الاستابيليتي بتاعتك، هي علاقة عكسية آسف، كل ما زاد الاستابيليتي بتاعتك كل ما قلت درجة الحرارة، يعني كل ما تحط في درجة حرارة منخفضة المدة بتاعت الاستابيليتي عندك تبقى عالية. هتحطها في -20 تقعد معاك سنة، هتحطها في 4 تقعد معاك يومين، هتحطها في درجة حرارة الغرفة تقعد معاك 7 أو 8 ساعات، يبقى العلاقة بينهم علاقة عكسية. بعد ما عرفت الاستابيليتي وطريقة حفظ العينة أو طريقة تخزينها هتروح على طول هتبص عندي على طريقة الشغل. فوق طريقة الشغل في شوية كلمات حلوين قوي كده، يقول لك الويف لينس او الطول الموجي اللي هستخدمه اذا كان 546 او 540 او هو بيحدد لك ده. طبعا انت عندك برمجة الجهاز سواء اند بوينت او كاينتك، الكلام ده مش قصتي النهارده، ولكن انت بتشوف الويف لينس بتاعك. بعد كده في حاجة في غاية الخطورة، ايه هي بقى؟ يجي يقول لك انت هتشتغل تحليل السكر، بتشتغله ازاي؟ يقول لك تعمل بلانك ستاندر سامبل. طب انا عاوز اوفر المحلول فمش هعمل بلانك، امال هعمل ايه؟ هدخل البلانك ده ديستال ووتر. طب انا في بعض الشركات بلاقي المحلول بتاعها ملون مثلا، هو انا عندي في حاجه اسمها محلول شفاف؟ لا، ما لو شفاف يبقى انا استخدم ميه. يجي يقول لك بقى ايه فوق طريقه الشغل، يقول لك في حاجه اسمها الريجنت ليميت. يعني ايه؟ يعني المفروض المحلول لما دخله من غير عينه خالص يقالي لو لو هيبقى كذا ولو هاي هيبقى كذا، لو هو عدى الهاي يبقى لا يصلح للاستخدام. يعني مثلا اللو بتاعك المفروض يبقى 0.00 3 اصفار، طب والهاي 0.05 مثلا، يعني اللي هو يبقى 5 من 100. طب لو البلانك معايا 7 او 8 او 9 او 10
هنا في مشكلة في الوي ايجنت نفسه، وبالتالي ما ينفعش استخدم الوي ايجنت دوت، او لو هستخدمه ادخل البلانك بتاعي واراعي نسبة الغلط دي. وعشان كده بنقول للناس مفيش حاجة اسمها توفير في الكيمياء، ممنوع منعا باتا استخدم البلانك كايه ديستلد ووتر، ولكن استخدم البلانك بتاعي من الوي ايجنت. الكلام ده موجود فين؟ موجود في الورقة اللي موجودة مع التحاليل. بعد ما شفنا الوي ايجنت ليميت هنشوف حاجة اسمها اللينيرتي، واللينيرتي دي هنأجلها شوية لأن هي الخطوة ما بعد الشغل. تمام، ايه كمان موجود ببص عليه؟ قالك بتبص على النورمال او النسب الطبيعية، كل كيتس بيختلف النسب الطبيعية بتاعها عن الكيتس التانية. تمام، بعد كده بنشوف في الاخر التداخلات. انا دلوقتي هعمل تحليل سكر، تحليل السكر مكتوب الطريقة بتاعته، بيقول لك 1 ملي من الريجنت على 10 مايكون من الستاندر و10 مايكون من السيروم والبلانك 1 ملي. تمام، جيت اشتغلت العينة، دخلت البلانك بتاعي وبعد كده دخلت الستاندر وبعد كده دخلت السامبل، طلعت النتيجة 700. هل النتيجة اللي طالعة معايا دي اطلعها على طول؟ قال لك لا، تجري تبص على اللينيارتي. تمام، اللي اقصى قراءة للمحلول يقدر يقراها، هتلاقي كاتب لك ان مثلا اللينيارتي ماكسيموم الجهاز عندي او المحلول عندي يقرا 600. طب 700 هنا؟ قال لك هنا النتيجة مش ستيبل، ويجي يقول لك لما تعدي اللينيارتي اعمل دايليوشن او تخفيف بنسبة كذا كذا، 1:1، 1:2، ولما يقول لك اعمل تخفيف بيحدد لك نوع المادة اللي هتستخدمها في التخفيف سواء سلاين او ديستال ووتر. ارجع لحلقة التخفيف اللي شرحناها على قناتنا. احنا عرفنا الاستابيليتي، عرفنا اللينيارتي، عرفنا النورمال، عرفنا التدخلات اللي بتحصل من اللايبيميك والهيموليسيز والدراجز والكلام ده كله، وعرفنا الريجنت ليميت، وعرفنا الويف لينز، طريقه الشغل هو محدد هالي. بعد كده طريقه حساب النتيجه، طريقه حساب النتيجه، وركز معايا قوي 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 في الكلام اللي جاي دوت. انا عندي حاجتين في شغلي، يا كالوريمتريك يا كاينتيك. تمام، تعالوا نشوف طريقة حساب النتيجة في الكالوريمتريك ازاي. قالك انا عندي قانون اسمه بيو لو، بيقولك ان الريزلت بتساوي الابزوربانس سامبل على الابزوربانس ستاندر في الكونسنتريشن بتاع الستاندر. جيت قست العينة بتاعتي تمديها 0.514، تمام، وجيت قست الابزوربانس ستاندر 0.312 مثلا يعني، وجيت الكونسنتريشن 100 او 50 على حسب ما هو مكتوب على علبة الستاندر. بتطبق المعادلة، انا شغال 100 تحليل، تخيل كل تحليل هقعد اعمله ده. فبدأنا نعمل ما يعرف باسم الفاكتور، او حاجة ثابتة رقم ثابت بعمله من المعادلة دي وبضربه في نتيجة التحليل على طول، وبالتالي بيطلع لي النتيجة النهائية. الفاكتور ده انت بتبرمجه بعد كده على الجهاز بتاعك ان شاء الله، لما نعمل حلقة عن الاجهزة هشرح لك بتعمل ايه. جه قال لك ان الفاكتور بيساوي الكونسنتريشن بتاع الستاندر، وده بيبقى مكتوب اهو، مكتوب على علبة الستاندر. تمام، يبقى الكونسنتريشن بتاعي مكتوب على علبة الستاندر، وليكن الكونسنتريشن 100، الابزوربنس بتاعي بتاع الستاندر مدي 0.321، تقسم ال 100 على 321 من 1000 يطلع لك الفاكتور بتاعي. تمام، الفاكتور ده اخده اضربه في الابزوربنس سامبل يديني النتيجة النهائية، وده قانون بيو لو. تمام، اللي انا بشتغله في الكالوريمتريك. تعال نروح للكاينتيك ونشوف حاجة في غاية الخطورة اول مرة تتشرح وما افتكرش اللي انت شفتها قبل كده. ايه بقى؟ انا دلوقتي شغل الكالوريمتريك بيقول لك حط كذا من المحلول على كذا من المحلول، وده اسمه الوركينج سوليوشن. يبقى انت عندك علبتين حضرت منهم الوركينج سوليوشن، محلول التفاعل، وحط عليه كمية معينة من السيروم. تعالوا ناخدوا مثال بسيط عشان تفهم. تحليل وظائف الكبد بيقول لك حط 800 من المحلول الاول على 200 من المحلول الثاني، كده انت عندك 1 ملي من الوركينج سوليوشن، وحط 100 سيروم او 50 سيروم على حسب ما بيقول لك. بعض الناس يقول لك هو انا لو اشتغلت 100 على 800 على 200 اللي هو 1 ملي على 100 هي 500 على 50. نقول له تعالى بقى، اول حاجه هو قال لك ان في فاكتور، الفاكتور دوت تعالوا نشوف اساسه جه منين وبعد كده اقول لكم المشكله ايه. بص يا سيدي،
انا عندي الكاينيتيك فاكتور، الفاكتور بتاعي طلع منين؟ انت لما تيجي تبرمج الجهاز عندك بتلاقي الفاكتور يا اما 1746، وسامحوني لان انا فاشل في الرياضه، يا اما 3333. دوت هتلاقوه في شركه بايو سيستم، تمام؟ وده هتلاقوه في سبين رياكت وهيومن والكلام ده. الرقمين دول جم منين؟ تعالوا نشوف المعادله بتقول لك ايه. بتقول لك ان الفاكتور بتاعي بيساوي التي في الفي، التي في تمام في 1000 على الاي ناد اتش في الاس في في البي. ايه الكلام المجعلص ده؟ بص يا سيدي، التي في وهو التوتال فاليوم، وده حجم المحلول زائد حجم العينه، تمام؟ الاي ناد اتش ده رقم ثابت وهو 6.3، تمام؟ الاس في وهو السامبل فاليوم، حجم العينه اللي انا هستخدمها، ركز معايا قوي. البي وهو الفلو سيل او عمق الكيوفيت، وده هتلاقيه موجود في البامفلت 1 سنتي، تمام كده؟ يلا نقول مثال. البامفلت عندي في وظائف الكبد بتقول لك 400 من العلبه الكبيره على 100 من العلبه الصغيره زائد 50 مايكرون من السيروم اللي هي R1 وR2، او 800 من العلبه الكبيره اللي هي R1 على 200 من العلبه الصغننه اللي هي R2 زائد 100 مايكرون. يلا نطبق المعادله ونشوف. الفاكتور بيساوي تي في في 100 تمام على الاي، المفروض في 1000 هنا، دي غلطه في الكتابه معلش، على الاي ناد اتش في الاس في في البي. طبق كده التي في، احنا قلنا هو ايه؟ حجم التي في فين عندي؟ هو حجم المحلول زائد حجم العينه. يبقى التي في هيساوي ال 1000 زائد ال 100 لو انت هتستخدم 1 مللي على 100. طب لو هنصص الكميات هيبقى 500 زائد 50، يبقى هنا التي في عندي طالع 1100 او 550. وطبعا انا عندي الاس في هيساوي 150، هو الاس في ده اللي احنا قلنا عليه ايه؟ اللي هو السامبل فوليوم، تمام؟ الاي ناد اتش تمام؟ ده قلنا رقم ثابت وهو كام؟ 6.3، تمام؟ 6.3. يلا نطبق المعادلة، الفاكتور هيساوي 1.1 تمام؟ 1.1 في 1000 على 6.3 في 1 اللي هو 100 مايكرون في 1، هتطلع عندك 1100 على 0.63 اللي هي 63 من 100. لما تقسمهم هتلاقي الفاكتور عندك طلع في طريقة الشغل دي ازاي؟ 1746. يبقى ده الفاكتور عندي، تمام؟ طيب تعالوا نروح لشركة تانية. الشركة بتقول لي تشتغل 1 مللي على 50 مايكرون. هناك كان الشغل ازاي؟ 1 مللي على 100 مايكرون. هنا الشغل 1 مللي على 50 مايكرون، او 500 مايكرون من محلول على 25 مايكرون من السيروم. يلا نطبق المعادلة ونشوف ينفع اشتغل بالطريقة دي في الشركة دي. يلا نشوف. الفاكتور بيساوي هيبقى 1.05 تمام، انا مش عارف انطق الرقم، في 1000 على 6.3 في 0.05 في 1، اللي هي دي اللي هي 50 مايكرون السيرو. تعالى اقسم هتلاقي 1050 على 0.315. تيجي تطلع الفاكتور بتاعك تلاقيه 4 تلاتات. انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك ان انت لازم تتبع البامفلت بتفاصيلها. ليه اتبع البامفلت بتفاصيلها؟ كل بامفلت عملت حسابات عشان تطلع لك طريقة الشغل دي، وعملت دراسات. لما الكيتس تقول لك اشتغل 1 مللي على 100 مايكرون، تشتغل 1 مللي على 100 مايكرون. لقيت العينة كتير معاك، مدي رقم كبير وعاوز تعمل معدل لينيرتي وعاوز تعمل تخفيف، اياك تشتغل 1 مللي على 20 مايكرون. ليه؟ لان انت لو لعبت في النسب اللي الشركة حطاها لازم تعمل المعادلة وتغير الفاكتور. لما قال لك 1 مللي على 50 وهنا قال لك 1 مللي على 100 او 500 على 50، في الاولى كان الفاكتور 1746 وفي الثانيه كان الفاكتور 4 تلتات. يبقى انت لو اشتغلت بطريقه ال 1746 على تمام بطريقه ال 4 تلتات، النتيجه مستحيل هتطلع صح معاك. الخلاصه اللي انت لازم تتبع البامفلت. هيجي يقول لك 1 مللي على 100 مايكرون، هي 1 مللي على 100 مايكرون.
واحد ملي على 50 مايكون هي واحد ملي على 50 مايكون. العينه ما كفتش معاك، ما تمصصش السيرم، امال اعمل ايه يا فندم؟ تروح تعمل تخفيف زي ما قال لك. ليه؟ عشان اختلاف الفاكتور من طريقه للتانيه ومن شركه للتانيه. ده كانت طريقه حساب الفاكتور في الكالوريمتر وطريقه حساب الفاكتور في الكاينتيك. يجي بعض الناس يقول لك لو سمحت هو افضل فاكتور للسكر كام؟ افضل فاكتور لليوريك اسيد كام؟ افضل فاكتور للبولينه كام؟ اولا الفاكتور ما هو الا معادله انا بعملها بتوفر عليا العمليه الحسابيه. بتختلف على ايه؟ بتختلف من ايدي لايدك في الشغل، من المايكرو بايبت للمايكرو بايبت، من جوده الريجنت اللي بشتغل بيها لجوده الريجنت اللي بتشتغل بيها، من درجه الحراره عندي لدرجه الحراره عندك. عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك ان مفيش حاجه اسمها افضل فاكتور، لانه بيتغير من حاجه لحاجه. امال انت عاوز تقول اطلع واتاكد ان شغلي صح ازاي؟ ده عن طريق الكنترول، والكنترول ده هيبقى ليه حلقه هنشرحها بالتفصيل باذن الله. دي كانت حلقه بسيطه جدا عن ازاي تقرا البامفلت. اهم البوينت تاني هعيدها معلش لاهميه الحلقه، اهم حاجه عندي طريقه تحضير المحلول، نوع العينه، طريقه الشغل، الطول الموجي، الريجنت ليميت، الاستابيليتي، اللينيارتي، النورمالات، التدخلات اللي بتحصل عندي. لازم افهم القانون ده، ده اساس الكيمياء نفسها، وبعد كده افهم انا طلعت الفاكتور ازاي. عرفت بعد كده ان انا عندي حاجة اسمها فاكتور خاص بالكالوريمتريك وفاكتور خاص بالكاينيتيك، وعرفنا ضربنا مثال لو الشركة قالت لي اشتغل 1 ملي على 50 مايكون، هل النتيجة هتبقى زي الشركة اللي قالت لي اشتغل 1 ملي على 100 مايكون؟ النتيجة المفروض تبقى 1 مع مراعاة ان اظبط الفاكتور سواء 4 ثلاثات او 1746. دي كانت حلقة النهاردة بكل بساطة عن البامفلت. اتمنى الحلقة تكون مفيدة وما تكونش صدعت مننا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج ستوري في اناليسز او حكايات في التحاليل الطبية. باي.